بينما كانت المظاهرات الغاضبة تجتاح محيط السفارة الأمريكية احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام، كادت هذه المنطقة المعروفة باسم عزبة النخل والواقعة في شرق القاهرة أن تتحول لمسرح توتر مماثل، والسبب شاب مسيحي اتهم بإزراء الأديان. فألبير عياد البالغ من العمر 24 عاما جرى اعتقاله بعد حصار أهالي المنطقة لمنزله وترديد هتافات تحرض على قتله بدعوى الإلحاد وإزراء الأديان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يا جماعة احنا اللي طالبين الاسم عشان يحمينا، مش عشان يتقبض على ابني ومش عشان يتعور في الاسم. النيابة بتسألني ابنك مسيحي؟ ابنك ديانته ايه؟ ابنك عقيدته ايه؟ ابنك فكره ايه؟ بيأدي الشعائر الدينية ولا لا؟ المدافعون عن ألبير ينفون عنه التهمة مؤكدين تعرضه لخديعة بسبب نشاطه السياسي وانتماءاته الدينية. لما شرطة النجدة جت قبضت على ألبير برغم ان هو اللي مستدعيهم ورغم ان هو الشاكي وهو المجني عليه في هذه الحالة، قبضت على ألبير واخدوه حققوا معاه في تحقيق غابت فيه الضمانات القانونية واهدر فيه حق الدفاع تماما. لو نظرت كده للأديان هتلاقي فيه مسيحية ويهودية إسلام وتقتل يكفروا بعض وكل واحد فيهم بيصف إله معين وليه عقيدة. لكن هذه الدعاوى يدحضها ظهور ألبير في فيديوهات يعلن فيها إلحادة، فضلا عن شهادات أهالي المنطقة بمن فيهم قص كنيسته بأنه لم يعرف عنه أي انتماء ديني. ألبير منقطع عن الكنيسة بقاله 8 سنوات. بالنسبة للمشكلة اللي احنا معرفنا ان هو منزل حاجات على النت ان هي مسيئة للأديان الثلاثة، كان موقف الكنيسة ان الاخ ألبير يتسلم للشرطة. كان في مجموعة حاولت انها تهاجم الشقة عشان الرجل كان واقف في البلكونة بيهاجم الناس برضه بالكلام واستفزاز، فاضطرينا ان احنا نطلع فوق، بس طبعا صدينا الناس دي ونزلنا. الست ما حدش مساب اي شيء، ولا مسيحي ولا مسلم. كل اللي حصل ان احنا ادينا المفتاح وقلنا لها اطلعي شقتك، طلعت شقتها ثاني يوم خدت بعضها ومشت. وبرغم ان ألبير محجوز حاليا على ذمة التحقيق، لكن القضية اثارت تساؤلات حول ازدواجية التعامل مع هذا النوع من الاتهامات اثر تزامنها مع حادث اخر بطله داعية مسلم يدعى ابو اسلام قام بتمزيق انجيل كينج جيمس علنا ردا على ازمة الفيلم المسيء. النيابة بحثت فما لقيتش اكتر من عقوبة فضفاضة بنشتكي منها بقاله ناسين اسمها ازدراء الدين الاسلامي، واتحبس 4 ايام و15 يوم على ذمة التحقيق دون توضيح ايه الجريمة المنسوبة لألبير تحديدا. ده هو الكيل بميكالين بالضبط، لان في اخرين ارتكبوا افعال ملموسة ولم يعاقبوا حتى هذه اللحظة بالقانون. يذكر أن محكمة مصرية عاقبت مدرسا قبطيا هذا الأسبوع بالسجن 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، كما عوقب ناشط مسلم يدعى كريم عامر في عام 2005 بنفس التهمة بالسجن ل4 سنوات. عمرو جميل، BBC، القاهرة.